دكتور. مساء الحادي الثاني عشر من رمضان الموافق 17 مايو 2019، على مسرح منصة الباحثين السودانيين. يسعدنا اليوم نبدأ البرنامج مع الدكتور نيازي عز الدين في محاضرة بعنوان الأثر النفسي للاعتصام في ترقية نسبة الذكاء العاطفي للمعتصمين والمعتصمات. نرحب بالدكتور نيازي، مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عاوز استغل الأجواء الثورية دي طوالي وأقوم أدخل بحماس كده وأقول النص بتاع آخر عامك. آخر عامك جات انسامك باردة أبية في كانون، صبرك طول ألمك نيل رافض يتحول، يا بلد تلاكت في فك تمساح ماسك في لينو وهارس قانون، استغفل فينا وسارق أحلامنا وساحة أقدامنا في عيشة نكد وسكاتا طول، خلى الفرعون يتمادى في ظلمه بوهم الدين، لجم حيواتنا ونشف بلداتنا ومسخ قعداتنا سب من ملعون. وآخر عامك جات انسامك حانية هنية يوم 10 و9 من شهر خلاصنا حالي ومضمون، الظلم الواضح والعهر الفاضح في سلوك الحاكم خلى الوجدان يتوحد يصمد في قلوب منكوبة وارواح مسلوبة ونفوس تتمنى تفدي السودان. وعجوز الطغمة الجاسمة علينا سالبين للنعمة قاعد في قصره وسادر في ظلمه واثق من نصره، قال عاوز يرجع يتحكم فينا في فترة جديدة شان يكمل مشروعاته، حاجة تفرح يا حلاته يا حلاته يا حلاته. ووب علينا واستبد الزول شطح، سوى في 12 شهر كل ظلم أمكن رشح، زاد تمن عيشنا وملح، قال طريق ربك وضح، فيه ناس تاكل صفق وفيه ناس تاكل النبق وفيه ناس شاكلة وداد، عيش زينة ولقمة لينة من عرق ناس التعابة من رهق قوم الغلابة من نزيف بلد اتملت، حزن داكن زي السحابة وشعب فات ساب البلد، ناس تلوك قاسد عذابة هسه يمكن يا بلد لسه قومتك في الخلد، حبة حبة قام قوار سنة سنة نمشي خطوة تشيل أملنا، والله يعلم إنك أنت اللي في قلوبنا بيت دروبنا وفيك نقعد نبني جنة ونطرد السارق، عرقنا برا برا دون رجوع، ظلمي ما في وما في جوع، انت خيرك للجميع، واخر عامك جات انسامك
قام أولادك بعفوية لا للظلم والمحسوبية، تبقى أبية ومرة أبية واسقة وماشة ولقدام ومية المية. طيب على حسب العنوان اللي عرفتوه عن تاع المحاضرة، الأثر النفسي لمعدل الذكاء العاطفي وأثره في ترقية يعني السلوك الجمعي النفسي الحاصل في الميدان. طيب طبعا كلنا بنسمع عن الذكاء الأكاديمي اللي هو يعني معروف عنه انه هو حاجة لا علاقة بالوراثة، يعني في نسبة كبيرة من الذكاء الأكاديمي الإنسان ما بكون له فيها يد، بيرثها بعوامل معينة من الأصول بتاعته اللي هي من الآباء، من الأب والأم. ولما يكبر شوية بتبدأ الخلايا بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتاعته تتطور وتنضج، تصل مرحلة النضج وبيبدأ الإنسان يتعامل، يعني يدخل المدرسة ويتلقى التعليم الأساسي، الرعاية من الأساتذة ومن البيت قبل الأساتذة الأم طبعا والأب. بعد ذلك بيبدأ يكتشف نفسه إنه هو مميز أكاديميا، وبعد كده يخضع للاختبارات طبعا المدرسية، فيبدأ يتفاعل ويتعاطى معها بطريقة مختلفة من باقي الناس، ودي بتكون واضحة في الدرجات بتاعته. فده يمكن يكون باختصار هو الذكاء الأكاديمي أو بيسموه الآي كيو، مشهور بالآي كيو. طيب لكن مؤخرا ظهر مفهوم جديد وهو الذكاء العاطفي، وعشان ينسبوه ويقربوه للفهم بتاع الناس سموه الإي كيو، الإي كيو أو في بعض المراجع الثانية بيسموه الإي آي، يعني الإيموشنال كويجن نسبة للآي كيو اللي هو الإنتليجنس كويجن، لكن الإي آي هي الأصحة اللي هي معناها الإيموشنال إنتليجنس اللي هو الذكاء العاطفي. طبعا التعريف بتاعه بالإنجليزي يعني دقيق، لكن الترجمة بتاعته باللغة العربية تحس بيها زي اللي بتروحك كده أو تودلك، بتخليك يعني تفهم إنه كأنما المذكور بموضوع الذكاء العاطفي هو العاطفة. ودل أنا بصدد إنه أتكلم عنه وأبين الفرق. طيب بالنسبة للتعريف، نبدأ بالتعريف بتاع الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو مقدرة الإنسان إنه يتحكم في أفكاره ويسيطر على عواطفه ويسخرهم الاثنين عشان يصل لمرحلة من النجاح المهني أو الوظيفي أو الثبات الحياتي أو الاجتماعي. بمعنى إنه في مجموعة من العناصر في مكونة لشخصيتك مناصفة بين عقلك وبين عاطفتك، يجب إنك تكون على معرفة بها ووعي وإلمام عشان تتحكم فيها وتوصلك لأهدافك اللي أنت يعني معلنة. عشان نبين الموضوع ده بصورة بسيطة، في مقولة لأرسطو في كتاب عن الذكاء العاطفي، كاتبه أمريكي اسمه دانيال جولمان بعنوان الإيموشنال إنتليجنس، بيتكلم عن إنه يعني قال أنا حقول لكم الـ 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 اللي هو البروفيرب أو المثل الأرسطو دي، بعدين نقوم نترجمه ونتكلم عنها بالتفصيل. فهو بيركز على عاطفة الغضب عند الإنسان. طبعا هناخد يا جماعة عاطفة الغضب كمثال حي وقوي عشان نطبق به ونثبت به موضوع الذكاء العاطفي لسبب بسيط. عاطفة الغضب هي العاطفة الوحيدة اللي بيشتركوا فيها جميع البشر لجميع الأعمار وجميع الأنواع بتاعتهم سواء ذكر أو أنثى، من غير ما يكون فيها تصنع. يعني إنسان لما يزعل
من حاجة أو يزعل منك بيظهر عليه طوالي وانت بتكون السبب المباشر في انك قلت حاجة او عملت حركة او وصلت معلومة كان ردت فعله تجاهها انه يغضب منك. يعني ما زي على العواطف الثانية مثلا بتاعت الاعجاب والحب والخجل والحاجات دي دايما بيكون نصيبة انها يعني الاخفاء مش كده، لكن الغضب ما في زول بيخفي غضبه اصلا، فدي غريزة في البشر. لذلك اخذناها كمثال عشان نشرح بها وندلل بها على الذكاء العاطفي. فارسطو قال شنو؟ قال to become angry that is easy but to be angry with the right person for the right purpose at the right time and for the right degree and in the right way that is not easy. يعني انت من السهولة انك تغضب مش كده. وعندنا في الدين الإسلامي الوصية الغالية النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته أبي ذر فيما أظن أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ليه؟ لأنه الغضب فيه مجانبة للحكمة والعقل. الإنسان مجرد ما يغضب طوالي بنتكلم عن نسبة ضئيلة من العقل في تعامله. طيب نرجع للمثل بتاع أرسطو، قال إنك من السهولة إنك تغضب، لكن من الصعوبة بمكان إنك تغضب مع الشخص المناسب للهدف المناسب في الوقت المناسب للدرجة المناسبة وبالطريقة المناسبة. يعني زي موضوع الغضب ده ما زي ما احنا فاهمين، هو داير يقول لنا باختصار انه موضوع الغضب ده موضوع صعب وداير له مقدرات خاصة مش كده. ليه قال الكلام ده؟ لانه انا ممكن الاقي دلوقتي اي زول في مكان عام، في مواصلات، في مكان عام مثلا، في سوق، في سوبر ماركت، و بدل ما أبدأ أتعامل معاه على أساس أنه يعني دي فرصة عشان نتعرف على بعض، ممكن تحصل منه أو منك حاجة غير مقصودة. مثلا يقوم يدوس عليك، يعني يدوس على يحفظك. إحنا كسودانيين معروف عننا إننا، وده موضوع بتاع الدراسة، كان إنه الشخصية السودانية أو النفسية السودانية مكوناتها هشة لأنها بتعتمد على 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 جوانب عاطفية بحتة في التعامل. كيف الكلام ده؟ يعني مثلا بنسمع كثير من آبائنا مثلا وأمهاتنا، وبعض الشباب اللي ورثوا الحاجة دي من الآباء والأمهات، يقول لك مثلا أنا والله شفت فلان ده للمرة الأولى حبيته لله في لله من أول نظرة، أو كرهته، أو في مثل، أو في لفظ طبعا سوداني بحت بيقول له شنو كجنته. يعني من اللحظة الأولى أنت عملت كراس لفلان 100%، مع أنه فلان قاعد قدامك متاح وأنت متاح قدامه وممكن تقعده وتتعارفه وتاخده وتده، والمعرفة اللي هي بتجيب المحبة دي تكون على أساس من الوعي والإدراك أكثر مما تكون على أساس الانطباع المحض. قاعدة الانطباع الأول الفيرست إمبريشن دي طبعا يعني زمان كانت شغالة، لكن حاليا دلوقتي بعد ما يتطور العلم بتاع الذكاء العاطفي بقت قاعدة الانطباع الأول. حتى الناس اللي كانوا بحلوا بها المسائل مثلا في الامتحان يقول لك أنا ما قاري أي حاجة، ويقوم يخش في الأسئلة اللي هي متعددة الإجابات المالتيبل تشويس كويستشنز وتضرب معاه. حتى القاعدة دي طبعا يعني حاليا أصبحت يعني غير معمول بها. ليه؟ لأنه العلم بتاع الذكاء الاجتماعي تطور شديد. طيب في حادثة حصلت ذكرت دانيال جولمان في الكتاب بتاعه، في طالب في كلية الفيزياء وكان A distinction student، يعني كان أي امتحان يخشه بيدو A plus، والأستاذ بتاعه نفرض إنه الطالب S والأستاذ T تمام. فقام S ده في يوم من الأيام في واحدة من السمسترات كان ماشي كويس all through، يعني مرض
وقام في مادة معينة كورس ما قدر يقراها بصورة كويسة، ما قدر يعني يجهز بالنسبة للمادة عشان يمتحن، فدخل المادة وبالانطباع بتاع انه الاستاذ ده متعود يديه كل مرة وهو عارف انه هو A distinction student، دخل الامتحان فما كان بين الاستاذ الا انه يعني شال الورقة الصحيحة لقى انه الطالب ما جاهز فاداه F. الناس اللي يعني معروف F يعني هو المفتاح الانجليز ده اللي هو فشل رسوب يعني، ما كان من الطالب كردة فعل نفس الطالب اللي هو الاي كيو بتاعه unquestionable يعني ما بيختلفوا اثنين على انه طالب ذكي الا انه شال 60 يعني هو قال بنفس اللفظ قال he took a knife and stabbed his teacher to death، شال 60 وطعن الاستاذ بتاعه لحد ما قتله. دانيال جولمان الكاتب عمل سايكو اناليسيس للحادثه دي وفرق بيها بصوره ذكيه جدا بين الذكاء العاطفي والذكاء الاكاديمي، قال انه نسبه الذكاء الاكاديمي العاليه للطالب ده ما اسعفته عشان يتصرف صح في الموقف ده، ليه؟ لانه كان عنده نسبه بتاعه ذكاء عاطفي متدنيه جدا، تمام، اللي هي ما كان عنده المقدره حسب التعريف اللي قلت لكم في الاول على انه يتعرف ويسيطر على 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 افكاره او يتحكم في افكاره ويسيطر على عواطفه عشان يصل لمرحله الرضا او الثبات الوظيفي او ايا كان. طيب بالنسبه للذكاء العاطفي عندنا قاعده بتقسمه ل يعني نقول في جي بي اي اس، خمسه مراحل، في جي بي اي اس اللي هي انت لازم يكون عندك فيجن رؤيه، ولازم يكون عندك بلان عشان تعمل ابلكيشن للرؤيه دي عشان تطبق الرؤيه، ولازم يكون عندك فعل افعال تجاه ال ال البلان تجاه التارجت بتاعك ده اكشنز، وبعد ذاك اوتوماتيكلي بتكون عملت شنو؟ بتكون حصلت النجاح اللي هو الاس سكسس، مش كده؟ اللي هو فيجن جول بلان اكشن المفروض يوصلك للسكسس، تمام؟ طيب طبعا في مقاييس عالميه لموضوع الذكاء العاطفي، لكن انا يعني قصدت من العنوان بتاع المحاضره انه اربط الموضوع بتاع الذكاء العاطفي ده بالدروس المجانيه اللي نحن ساهمنا في اننا ندرسها لبعضنا من يوم 19 ديسمبر 2018 لحد اللحظه، والحمد لله يعني انا وانتو كنا محظوظين، جو الشباب ديل عملوا حركه والباشمهندس قام استغلاها وانا استغليتها، يعني اول حاجه انتبهنا للهتاف بتاعهم وجوب يعني هم طبعا بعفويه، احنا نظن انهم بيعملوها بعفويه لكن هي ما بعفويه، الحاصل انه السيتين الاعتصام ده الدرجه بتاعه الذكاء العاطفي بتاعته لو جينا نقيسها بالمقاييس اللي انا عارفها بنلقاها فاتت المقاييس العالمية مما بدأ العلم بتاع الذكاء العاطفي يتطور إلى ما قبل 19 ديسمبر 2018 ثورة السودان. وأنا يعني إن شاء الله بعد الورقة دي ناوي أعمل دراسة على أساس إنه تكون بحثية حيكون فيها كويشنير وكده، ونطلع بنعمل سايكو اناليسيس ونطلع بتوصيات انه لو عاوزين يا ناس العالم كلكم لو عاوزين يعني منهج يعني فريد في نوعه وفعال وعصري لترقية الذكاء العاطفي اعملوا فوكسينج على الاعتصام اللي حصل في السودان وعلى الثورة السودانية، واظن في بعض ال العناصر او الكوادر الدبلوماسيه جات الاعتصام
وأبدوا طبعا إعجابهم زي مثلا القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيطالي قالوا كان صاب بيها لحد قريب يعني وغيره. ديل الناس ديل بالمناسبة دار excellent observers يعني الناس ديل بيكونوا عملوا مراقبة وعملوا تحليل وعملوا داتابيز مبالغ فيها. الناس ديل طبعا تفكيرهم يعني organized جدا يعني وبيكونوا طبعا عندهم طبعا الغيرة اللي هي الغيرة الشخصية دي اللي هي غيرة كويسة غيرة تسمى غيرة مهنية يعني هم طبعا فاكرين روحهم هم سقف العالم والدنيا لأنهم يعني تجاوز المرحلة اللي احنا فيها دي يمكن بدري بعد الحرب العالمية الثانية وهم بيتذوقوا طعم الاستقرار والسلام والتنمية والتطور في شكل دول الاتحاد الأوروبي الحاجة الحاصلة دي يعني وثباتهم قدام المارد الأمريكي وكذا. لكن بالنسبة لنا يعني كانت قدامنا زي ما انتم عارفين في إشكالية كبيرة واتخلصنا منها. أنا دائرة بشيركم بحاجة الهيومانيتاريان إليمنت السودانيز هيومانيتاريان إليمنت يعني نحن كشعب سوداني كمواطن سوداني كادر سوداني في أي في كل المجالات شاهد له الدنيا كلها والكلام ده ما بقوله على حسب القصيدة بتاعت نحن ونحن الشرف البازخ والكلام القديم ده لا لا حاليا نحن فعلا في محيطنا الإقليمي نمسك الدول العربية نحن ككوادر سودانية مهنيين احنا بنتكلم عن تجمع المهنيين اللي هو قامت به وبينا كلنا قامت به الثورة دي ونجحت ساهمنا في النهضة بتاعت الدول دي ما في جدال في الموضوع ده فقط الفارق انه هناك الانسان بيحس بانسانيته بادميته حقوقه محفوظة لكن اللي كان حاصل هنا انه حتى لما تجي حكومة كانت بالصدفة كده بتاع التكنوقراط بتكون الاجندة بتاعتهم الخفية انه والله يكرسوا الحكم على يفصلوه على الاعضاء بتاع الحزب الضيقين مع انه البلد فيها ناس ما بالضرورة اننا نكون مؤدلجين او منتمين لحزب معين يعني كوننا مؤهلين وسودانيين وبنحب البلد دي سواء كان فينا معظمنا بيقول لا إله إلا الله وحتى المسيحي منا ما دام سوداني من حقه بالدولة الحديثة المدنية إنه يشارك وين المشكلة يعني إحنا محتاجين لأي زول. طيب أنا قلت إنه في يعني في 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 سكور وفي تمارين على الموضوع بتاع الذكاء العاطفي. طيب أنا عاوز أخذ مثال أو مثالين من المجتمع السوداني ما قبل الاعتصام وما قبل 6 أبريل وبعد ذاك أجي داخل على الحاصل في الاعتصام. نحن يعني في التعامل زي ما قلت إنه التعريف أذكركم بالتعريف إنه هو مقدرتك على تعرف على أفكارك والتحكم في انفعالاتك بما يخدم أهدافك ده هو الذكاء العاطفي. قلنا حاجة تاني قلنا إنه هو بيتكون من 5 عناصر اللي هو يكون عندك رؤية مش كده وهدف وخطة وفعل تجاه الخطة دي يوصلك للنجاح اللي انت عاوزه. طيب نحن في السودان عندنا مثلا في الحياة العادية يعني مثلا اخذ مثال لو فرضنا انه واحد دخل كافتيريا او كافيه مثلا ودخل معه واحد تاني وقعدوا في ترابيزة واحدة بمحض الصدفة يعني ما لقوا الا انهم يقعدوا قصاد بعض. طيب في احتمالات كثيرة لانه محدودة هي لكن ممكن يعني نقول بعض منها للممكن يحصل بيناتهم شنو في النص ساعة او الساعة اللي هي يعني هتكون جماعتهم بالصدفة المحضة. طيب اول حاجة في عندنا اشكال في اول عنصر مهم في موضوع التعاطي مع العناصر الذكاء العاطفي. نمرة واحد عندنا حاجة اللي اسمها الاي تو اي كونتاكت يعني نحن في الحتة دي أقول لكم من ناحية عملية نحن من أفشل خلق الله في موضوع الاي تو اي كونتاكت للأسف الشديد. ليه؟ لأنه ما بنتحمل النظرة يعني الأولى أو الثانية مان تو مان. أنا جاي للنقطة الثانية اللي هي لما يكون الموضوع يعني وومن تو مان. لكن
ما بنتحمل. يعني لو واحد مثلا ركبت معاه في نخلي الاثنين في الكافتيريا ديل، ركبت معاه لقيت روحك في الحافلة مثلا او في الهايس والراجل شبهك يعني وبعفوية كده قام بدأ يعاين يركز معاك، يعني كم في المية مننا هيقبل الستيرينج ده اللي هو التحديق اللي بيحصل ده ويتعامل معه بإيجابية انه انك تبتسم له؟ كم في المية يعني ده احتمال ضعيف انك تبتسم له، وده المفروض يحصل وتحييه وتقول له انت مشبهني ولا شو مش كده، او كيف الحال ان شاء الله انت بخير عشان تزيب الجليد، يعني you have to to remove the tip of the iceberg بينك وبين الزول، يعني في جبل بتاع جليد راسه بيظهر كده لانه انت ما بتعرف الزول بتجهله بيكون في خوف. السوداني بطبعه خجول يعني ويعني يتوارى كده ما مبادر يعني، ودي حاجه فيها جانب كويس انك ما بتكون متهور، لكن فيها جانب ما كويس اللي هو انك بتفوت الفرصه انه انا انك تتعامل مع الزول. تمام؟ فاذا انت قاعد في الكافتيريا مع الزول مفروض بعفويه يعني اي تو اي كونتاكت، واصلا انت حتقول لي يعني انا قاعد لي معاه ربع ساعه او ثلث ساعه، يعني اخترع يعني اسباب عشان مواضيع معاه عشان شنو هو كلها ربع ساعه ثلث ساعه، يعني شكلي حيكون ذاته ما حلو. لا ابدا، شكلك حيكون أسوأ واقبح في يعني في حال انك يعني فقدت الفرصه الجاديه اللي هو عندنا في الـ في الـ في الاثر الديني مش كده في القران، يعني ما خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يلا لتعارفوا دي انا يعني بالفهم اللغوي البسيط اللي ما عنده علاقه بالتفسير الدقيق يعني، لكن يعني حقيقي اصلا التعارف من ناحيه نفسيه وذهنيه صمم عشان هؤلاء الذين اصلا هم لا يتعارفون، مش كده؟ مش منطق؟ طيب دلوقتي لو جاتك مكالمه بتاعه تليفون موبايل والرقم مجهول بالنسبه لك وهو ضارب لك، تمام؟ هو ضارب لك، بتفتح التليفون لو قال لك منو معاي؟ منو فينا بيرد؟ انا فلان الفلاني. ما في زول بيعملها. ده تليفوني انا ضربت لك، انت منو؟ طيب انت فوتت الفرصه، يعني انه هو داير يتعرف عليك وقال لك منو معاي، المفروض تقول له انا فلان. ما انت فلان، انت ما مكتوب في التليفون فلان الفلاني، فيها شنو؟ قلت له انا فلان. وبعد ذاك تبدا تبيلد اب، يعني تبدا يعني تقيم علاقه طيبه، يعني عشان هو ذاته لو 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 غلطان معاك داير زول غيرك انت ترغبه في انه يتعامل معاك ويبقى مكسب بالنسبه له وتبقى مكسب بالنسبه له. ما هذه اللي تعارفوا ذاته، يعني اثنين ما بيتعارفوا اصلا فقاموا الصدفه جابتهم. تمام؟ فيلا في الكافتيريا انت بتكون قاعد بتاخذ في الوجبه بتاعتك، لو بديت بالاي تو اي كونتاكت بدايه صحيحه يعني تقوم يعني الكلام بيجي تلقائيا، وكمان لو ابتسمت يعني ده المطلوب نفسه. طبعا حكايه الابتسامه دي انا اقوم طوالي اقرنا واربط يعني انا حصلت لي شخصيا يعني يمكن اكثر من 4-5 مرات. انا مبسوط من الشباب ديل في المتاريس بطريقه ما تتخيلوا، يعني قاعد اجي بعدين برفع يدي بدون ما اشعر بكون ابتسمت. الشباب ديل اكثر من 4 مرات، عشان انا ادلل لكم على انه ذكائهم العاطفي بقى عالي جدا وبقينا يعني نتشابه لهم. عندهم تعبير انتوا عارفينه كلكم يعني كده شباب، يعني الابتسامه قبل ما بعد ما يقول ارفع يدك فوق انا ما بكون رافعه، فبيقوم بيلقط الابتسامه، بيقوم بيقول يا جماعه الابتسامه دي دسيسه، انت عارف غالبا بيخليني امشي من غير تفتيش، وانا طبعا بكون ما معي حاجه يعني لكن برفع على اساس انه عم. فلاحظت الحته دي 3-4-5 مرات اتكررت. اخواننا الناس ديل جابوا النسبه العاليه من الذكاء العاطفي دي من وين؟ يعني دي مدرسة جديدة في الذكاء العاطفي. اسميه الذكاء العاطفي عن طريق الاعتصام او عن طريق الثوري. حاجة سودانية، يعني دي مسألة ما حصلت قبل كده ولا لاقتني. تمام؟ ف
يعني كونه يلقط الفكرة بتاعت الابتسامة ويعرف انه انت مبسوط للهو بيعمله وانك انت جاي راغب، هو ذاته لو ناوي يفتشك تفتيش يعني شديد بيفتشك لكن بلطف، وانت اصلا بتكون زول جاي جاهز لانك تمشي وانت جاي صابيها معاه. فدي كلها يعني شوف التواصل بيني وبينه اللي هو يعني ما اخذ له دقيقة او دقيقتين، لكن بدايته كانت الاي تو اي كونتاكت، وده الكور هنا، دي النقطة الرابطة، انه ما نضيع التعامل عن طريق التواصل البصري يسموه الفيجوال كونتاكت، لانه ربنا يعني لو ما حكمته اقتضت انه العينين ديل يكونوا في مقدمة الراس ويكونوا يعني مقياس للجمال وتعبير الانسان عن نفسه وثقته وثباته كلها بتقرا في عين الانسان، مش كده؟ هسه لو قفلنا يعني عيون بعض، لو قفلت عيوني منك انت ما بتعرف انا ناوي لك على شنو، مش كده؟ لكن انا ما دام يعني بتكلم وبتواصل معاك بصريا، جزء كبير من الكلام بتاعي بيصلك عن طريق لغه العيون دي، وجزء كبير من انطباعي عن انك فهمت اللي انا قاعد اقوله بيصلني من الانطباع بتاعك. ف يعني يا ريت لو ما نضيع الموضوع بتاع التواصل البصري ده، لانه مهم جدا. بعدين هو اصلا انت من جواك بيكون في نيه انك انت تتعرف على الزول، مش كده؟ يعني العيون دي ما لغتها يعني ما في كلام. يعني انا يحضرني هنا يعني بعض الابيات بتوري يعني لغه العيون، يعني دور العيون في الموضوع ده. يعني بيقول: والان قد ابدو لديك يا عقدتي من هول ما فعلت بنا من سحرها او مقلتيك، ابدو لساني متعب وشفاهه صارت تناجي ناظريك. يعني بعد مرات انت يعني في البيت اذا عندك مثلا اخت او بنت او ام او كذا، ممكن من الصباح التحيه يعني زول يحييك وانت قايم من نومك كده وبتاع، بتقوم بإيماء كده ومعاه حركه بتاعت عين بتكون رديت. دي لغه العيون، يعني فيها اختصار لكميه من الحاجات، وفيها اختبار حقيقي لموضوع الذكاء العاطفي. انا قلت انه التعامل ممكن يكون مان تو مان. طيب في عندنا مشكله برضو في التعامل، يعني في حته كده كانت هي حساسه شويه وما عندها علاقه بالمهنيه ولا عندها علاقه بالعلميه ولا عندها علاقه حتى بروح الدين. يعني عندنا يعني مثلا عندنا الطرف الاخر، ودي طبعا يعني انا بتكلم هنا مهنيا وما في لا حياء في العلم زي ما بيقولوا، ودي رسائل الانسان بيرسلها لكل الناس. الجزء الثاني من المجتمع اللي هو نصفه ونصف المجتمع، يعني حواء وكده، فيها الام وفيها الاخت وفيها الابن وفيها الزوجه وفيها البنت، مش كده؟ ف عندنا الحته بتاعه الاي تو اي كونتاكت، طبعا الخلفيات التربويه بتاعتنا شويه فيها الحته بتاعه التشدد دي، لكن ما كل النظرات مجرمه يا اخواننا، ده الشيء انا داير اقوله. ما كل النظرات مجرمه، ولا كل النظرات فيها نيه الى انه الانسان عاوز يعني يفعل كذا وكذا، ابدا. لغه العيون دي بالمناسبه يعني فيها دراسات طبعا اتعملت، يعني هي يعني فيها تفاصيل وفيها يعني حاجات مذهله وجميله جدا لو تناولناها في مقام ثاني ان شاء الله. لكن يعني زي ما قلت الانسان ممكن يعني ربنا امرنا بتكريم كرمنا وامرنا بتكريم الانسان، مش كده؟ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالانسان لما يجي يبدي اعجابه وهو مبصر، يعني ما عنده مشكله في النظر، بتكون في نظره بتاعت اعجاب، ودي بدايه اي علاقه بين اثنين، مش كده؟ العلاقه البشريه هي بتبدا بالنظره. لكن احنا محتاجين ناكد الموضوع بتاع العناصر بتاعت الذكاء العاطفي، بمعنى انه انت ما هو انا قبل قلت الفي جي بي اي اس دي، اللي هو انت لما تجي تعاين وتبدي اعجابك لازم يكون عندك فيجن في الموضوع ده في اللحظه دي، وعندك بلان، وعندك بالتالي عندك هدف، وبالتالي عندك اكشن عشان تصل للسكسس. ما يبقى بس يعني داير تعاين والسلام، مش كده؟ يعني تطبق القاعده دي في اي element بتاع ذكاء عاطفي انت داير
يعني دار منه شنو، والطرف الآخر من بالمقابل يعني في النهاية نحن بنحتاج شوية مرونة فيما بيننا، عشان يعني المسألة بتاعت الذكاء العاطفي دي يعني أي واحد فينا بعد يمكن بعد الكلام اللي أنا قلته ده يعني ممكن يعمل تمارين فردية لنفسه ويصل سريع جدا لأعلى درجة من درجات الذكاء العاطفي. أجل الحاصل في الاعتصام، طيب ملاحظين حاجة إنه لو عملنا سيرفي على الفئات العمرية للاعتصام، أنا شخصيا شفتها في الاعتصام ده، شفتها أطفال عمرهم أقل من 7 سنين وصابنا، والواحد حافظ الهتافات، وبعدين لما يجي ماري بيت كده ويلقاك كده خامل وما هنا يقوم يقول لك عشان يخلعك بيه، يعني 7 سنين تمام، وعشر سنين شفنا وشفته، واثناشر واربعتاشر وخمستاشر وسبعتاشر طبعا، وثمانتاشر وتسعتاشر وعشرين وثلاثين وخمسين وستين وسبعين. أنا شفته يوم 7 في الشارع ده، شفته زول عمره 70 سنة ورفعه فوق وقام قال قصيدة هنا في الشارع ده. شنو لما الناس دي كلها بالفئات العمرية المختلفة دي، وشنو الواحد وجدانهم بالطريقة دي، وشنو خلاهم يتوافقوا ويتناغموا ويتسقوا ويتناسقوا الفترة دي كلها ويذكروا بعض بالهتافات، شنو غير انه عندهم حصلت لهم حالة تلقائية عفوية لكنها تراكمية بفعل فاعل، والحمد لله الفاعل ده أصبح في خبر كان هسا. شنو غير إنه عندهم في جي بي اس القلنا دي، عندهم رؤية وخطة، الرؤية بتاعتهم إنه عاوزين حلمانين بالسودان ما فيه ظلم، ما فيه محسوبية، ما فيه كبت، مشاهدة الثلاثة حاجات سلام حرية عدالة، وعاوزين السودان على حسب الموارد اللي عندنا اللي عارفينها كلنا. احنا يعني زي لما نسئمنا من انه نحن عندنا موارد طبيعية، الامريكان على فكرة قبل سنة او سنتين عاملين دراسة قالوا انه السودان بعد 2011 يعني بعد القرمة بتاعت الجنوب دي، عملوا دراسة قالوا انه بيكفي موارده الطبيعية وثرواته بتكفي 200 مليون سوداني، وفي رواية 400 مليون سوداني حد يعني ده من نهاية الكلام، يعني انتبه للعبارة الجاية دي، بيكفي 200 مليون سوداني حد الرفاهية ما حد الكفاف، يعني مش الأساسيات بتاعت الحياة لا فعلا يا أخوانا. هسه القروش اللي طلعت المسح الاولي للمؤتمر الوطني 31 مليار دولار عوض الجاز، وال64 مليار وما ادراك ما تقرير الاندبندنت. انا والله لو سمحت لي عاوز اعمل دراسه على نفسيات عوض الجاز يا اخوان، والله العظيم انا هعملها وحاجيبها اقراها عليكم هنا، لانه انا ما قادر يعني 64 زائد 31 دي كم؟ 95 لسه كمان ما مشينا على وداد وعبد الله البشير وكده، بتعصل 100 مليار على فكره. منو؟ عباس وعبد الله. ايوه عبد الله. يعني انت عمرك 70 سنه كعوض الجاز، طيب اوكي انت كنت في فتره كنت وزير نفط، وفي في زمنك طلع البترول عن طريق الشركات الماليزيه والصينيه واخذت الامتياز بتاع التنقيب، طيب يا أخي خلي الشعب السوداني يكافئك، ما تكافي رقبتك. أنت عمرك 70 سنة هسه، طيب 64 مليار قول بقانون التحلل بتاع نافع علي نافع فاسد علي فاسد ده. خلاص؟ قول إنه يعني أدوه 15 مليار، 20 مليار قول، ودونا الـ 40. قسمها على المتبقي من عمرك، هل حيقدر يصرفها؟ طيب انت حاسس الشعب السوداني ليه في خيراته دي؟ ما دي النفسيه دي حتى الان داير اقولها لكم. الزول ده طبعا ليه انا قلت الكلام ده، انا عاوز اربطه بموضوع الذكاء العاطفي. الزول ده هبط معدل الذكاء العاطفي بتاعه الى ماينس 64 بتاعته دي اهو ده جازه. ليه؟ لانه انت شعب زي ده جيت
جيت وزير وجيت تحكمه، أنا والله لو 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 قدر كنت في محله، الواحد ما بيتمنى إنه يخش في موضوع المعمعة بتاعت السلطة والحكم دي يا جماعة جد يعني. لكن من أجل الشعب السوداني ممكن كل شيء هون، لكن لو كنا في محله وطلعنا البترول للشعب السوداني العظيم ده، يكفينا إنه بس يتكتب اسمنا كده إنه نحن في الفترة الفلانية في فترة فلان الفلاني حصل كده وكده، تاني ما عاوزين حاجة، يكفي بس إنه تشوف الرضا والراحة في عيون قلوب الناس السودانيين. يعني أشيل منه 64 مليار ليه؟ يعني ده دي لو جينا نتكلم عن عوض الجاز والنسبة بتاعت الذكاء العاطفي خلته يقرر إنه يلم القروش ويفقر الشعب السوداني، بنلقاها نفسية مريضة تستاهل الدراسة. وأنا زي ما قلت لكم الموضوع ده شدة ما واجعني، أنا عاوز أسلط وأركز الخبرات المتواضعة دي في مجال الطب النفسي عشان أشوف النفسية دي، أشوف البني آدم ده عمل الحاجة دي كيف. لأنه أنت ما ممكن تكون طبيعي، أنت ما ممكن تكون طبيعي وتحرم شعبي كامل وأنت زول واحد يكون عندك 64 مليار دولار دخل موسوعة جينيس بقى نمرة 8 يا جماعة. حسبي الله ونعم الوكيل. نرجع للميدان، يعني الشباب ديل، يعني انت بالمناسبة انا داير يعني اوجه دعوة كده لكم انه الواحد لما يخش من اي مدخل من المداخل دي ايا كانت الشمالية ولا الشرقية ولا الجنوبية ويبدأ يركز مع الشباب ديل قبل ما هم يركزوا معاك يعني في المدارس، لانه بالمناسبة يعني هم قاعدين يدرسوا فينا دروس عالية جدا مجانية وكل يوم درس جديد. انا ما حصل اتكرر علي عبارة في اي مدخل من المداخل حتى لو دخلت بنفس المدخل اكثر من مرة. الناس ديل يعني انا بالمناسبة مستغرب جدا في موضوع المفاوضات المباحثات اللي هي لسه ما اكتملت. بالمناسبة والله الناس ديل حقه بس يجوا يعملوا لهم خيمة هنا في النص ناس المجلس العسكري ويجمعوا على المهنيين وقوة الحرية والتغيير، والله يحصل لهم انسبيريشن بالروح دي يتفقوا في نفس اليوم. انا بحلف، لانه الناس ديل ممكن منهم يطلع 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 على المجلس السيادي كله. وانا تكلمت مع الباشمهندس انور في الموضوع ده انه نحن ضيعنا فرصه بتاعت شهر كامل عندنا داتابيز بتاعت ناس بيجوا خاشين كل يوم ملايين الناس ملايين السودانيين في شهر او في 7-8 اسابيع فاتت. والله يسدوا عين الشمس، مش يحكموا السودان بس يحكموا اي حته ثانيه. مفروض ما نضيع الفرصه دي، والناس ديل جايننا طواعيه، الناس ديل روحهم عاليه معدل ذكائهم العاطفي عالي يعني خلينا من كل الجناودة الشباب اللي قاعدين فوق في النفق. والله انا اول ايام يعني صحيح الهتاف وكده يوم 6 و7 و8 و9 كانت حكايه رهيبه والناس ما حاسه بنفسها، لكن معاي كاميرا بصور بها كاميرا ديجيتال التفتة اصور فيهم بعد ما لقطع اكبر عدد من اللقطات انتبهت لهم. الناس ديل ما حاسين بما هم قاعدين يعملوا في شنو، شدة ما الروح الثورية متملكاهم ومتقمصاهم وباستمرار اصواتهم مبحوحة اجسادهم نحيلة عطشانين القارورات بتاعت الموية بتجيهم كده من تحت لفوق بطريقة تعاين كده تشوف العدد بتاع الساعات اللي قاعدين ننزل، والله تحس بالضآلة وتحس بانك انت مقصر ويجب انك يعني تحاسب نفسك 100 مرة لانه ديل شايلين هم السودان بسنينهم باعمارهم الصغيرة دي. انا والله من هنا بقوم يعني اعتذر بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عنكم ليهم، لانه اللي قاعدين يعملوه صراحة نحن ما قادرين نعمله، وديل يستاهلوا يعني ديل باعمارهم الصغيره دي وصلوا لمرحله بتاعت ذكاء عاطفي بيجوا يدرسوا في الناس يعني اجيال في مقام اخوانهم الكبار وامهاتهم وابائهم. والله ديل ما بيستاهلوا يخزلوا، وديل المفروض الاتفاق يحصل عشانهم هم الليله قبل بكره. لكن الكويس في الموضوع انه في جانب ايجابي اللي هو انه
نحن كشعب سوداني دفعنا ثمن غالي في 30 سنة فاتت عشان يحصل لنا ريفورم وريبورن جديد، لازم ندفع ثمن غالي، وده اللي هسه قاعد يحصل. لذلك أنا يعني في دواخلي صحيح الزول بيكون متألم، خاصة لما يعني يصعدوا شهداء لحد الأسبوع الفات وكده، وفي قمة البطولة والثبات من أجل القضية دي. لكن بقول إنه يعني الثمن اللي دفعوه بيورينا الحاجة اللي احنا مستشرفينها وماشيين عليها من الاستقرار والتقدم اللي بيستاهلوا المواطن السوداني. وإن شاء الله كده نكون كلنا زي ما بقولوا تروس كده، يعني شغالة كده في بتدور، ويكون عندها دور ولو ضئيل في الموضوع بتاع البحث الجديد والميلاد الجديد للشعب السوداني. أنا بكتفي بالقدر ده، وإذا كان في أي تساؤل أو كده فيما يتعلق بالذكاء العاطفي أنا جاهز. شكرا جزيلا. نشكر جزيلا دكتور نيازي عز الدين على المحاضرة القيمة، وهو اختصاصي الطب الباطني والنفسي والجودة الشاملة. فلو في أي سؤال يا شباب حول الموضوع بتاع الذكاء العاطفي وأثره على المعتصمين، تفضل. السلام عليكم، مساء الخير وليد عثمان. أنا بس معليش يا دكتور، اسمع خليني أسألك عن الذكاء العاطفي، هو زاد شو بس لأنه معليش أنا جيت متأخر، فحابب تعريف للذكاء العاطفي. شكرا جزيلا. طيب في تعريف على نوعين أو على جزئين. الأول إنه هو إحاطة الإنسان ومعرفته بأفكاره، مقدرته على السيطرة على أفكاره وعواطفه لكي يصل بها إلى أهدافه. دي واحدة، ده تعريف. الثاني قلنا إنه يعني في زي 5 خطوات رمزنا لها بالأحرف الإنجليزية 5، VGPAS. V for vision، لازم يكون عندك رؤية، و P plan خطة إنك تنفذها، و A actions يعني أنت لازم تتحرك تجاه البلان بتاعك عشان تصل له، وسلطة معناها حققت النجاح واللي هو السكسس اللي هو VGPAS. تمام. وذكرت حكاية صغيرة كده اللي هو ذكرها البروفيسور دانيال جولمان في كتابه بتاع الإيموشنال إنتليجنس، عن طالب من طلبته، طالب في كلية العلوم قسم الفيزياء. هو كان distinction student، بعدين كان معتاد ياخذ الاي طوالي، فمرض في ماده من المواد الطالب ده، وقام دخل الامتحان نفس الاستاذ صحح الورقه واداه اف مفتاح انجليزي يعني. فالطالب قام اخذ سكين وضرب الاستاذ قتله. فدانيال جولمان عمل سايكو اناليسيس للحاله دي، قال انه لو كانت نسبة الذكاء العاطفي عند الطالب اللي نسبة الذكاء الأكاديمي عالية دي، كانت نسبة الذكاء العاطفي عنده كانت عالية، كان أسعفته لأنه يفسر ويحلل الحصل له يبدأ بنفسه. وهنا دي بتخدني لي حاجة يمكن فادني أذكرها، أنه أنت عشان تكون يعني تساهم في أنك ترقي ذكائك العاطفي، لازم نمرة واحد يعني أول حاجة ما تتضايق من قول الحقيقة، واحد، واثنين تفكر بإيجابية، ثلاثة تقبل النقد، تمام؟ ويعني بكده ده بيوصلك، لأنه أنت بتبدأ بنفسك، لأنه في النهاية ناخد مثال، مثلا في مؤسسات عملاقة قامت الامبلويرز أو الأونرز بتاعينها
يعني ناس اختيروا على اساس الذكاء الاكاديمي خلاص، لكن بتلقى انه الامبلوير بتاعه زول يا هو زي ما بنقول نحن الجلابي، لا نسبه الذكاء بتاعته بتكون 100 مثلا، ويشغل لنا ناس نسبه الذكاء 160 ل 200 والاكاديميه، لانه هو فايتهم بالذكاء العاطفي، بيعرف يدير العمل تمام، وما في اي غضاضه في كده ما دام هو يعني حريف وبيعرف يدير، ونسبه الذكاء العاطفي عاليه ممكن يدير له ناس اذكياء. هنا احنا عندنا مشكله في قبول الموضوع ده، يقول لك انا استاذ انا بروف انا مش عارف يعني كده، ما ممكن اشتغل تحت زول اقل مني. لا هو ما بكون اقل منك، هو مفروض يخضع لمقاييس الذكاء العاطفي، بيطلع اعلى منك، تطلع انت بنفس المقاييس اقل منه. لذلك في دراسة very late يعني American study بتقول انه هم عاوزين يلغوا الموضوع بتاع الامتحان في الجامعات خالص. ليه؟ لانه عاوزين يعني يلجأوا للتقييم عبر السنة الاكتيفيتيز اللي هي دي بتتعلق بالذكاء العاطفي، اللي هو يعني كيف الطالب بيشارك بنسبة مشاركته في الكلاس، التستات مثلا عبر الفصل كلها مش تست واحد تمام، اذا كان العلم اللي بيتلقاه الزول طبيعته التطبيقيه كيف بيطبق في الورشه في المصنع في المستشفى الى اخره، و يعني تجمع كل الحاجات دي وتطلع عليه النمره بتكون حقيقيه بتعبر عنه، لانه ممكن زول طيله السنه يكون كويس فجاه يمرض قبل الامتحان يجيب اف والثاني يكون ما عنده اي حاجه في ويقوم يخش يجيب ايه ويطلعوا برا للحياه العمليه ما ينجح الزول الشاطر ده اصلا. فعندنا مشكله في التمييز بين الذكاء العاطفي والذكاء الاكاديمي، لكن الحاجه دي اصبحت متاحه. يعني لو دخلت عبر جوجل عملت ايموشن انتليجنس في مقتطفات من كتاب بتاع دانيال جولمان ده، يعني مقتطفات كده بعد ذاك بيوريك انه تلقاه. طبعا الكتاب ده انا مركز عليه سيمبل لانه ممكن دي حاجه ما انور ما عارفها، انه هو الكتاب ده هو كان الموضوع بتاع البحث بتاع التخرج بتاعي في الماستر بتاع الترانسليشن اللي خلصته يمكن اول 2018، فانا عملت له تحليل كامل للكتاب ده. لذلك يعني كتاب قيم جدا وفيه معلومات مبالغ فيها، وكنت اتمنى ولا ازال انه القى لايسنس من دانيال جولمان على اساس اديني فرصه اقوم اترجمه للعربي، لانه كتاب قيم جدا بصراحه. شكرا. طيب يا دكتور، انت في اثناء بتتكلم في مثل سوداني كده حايم طوالي في الجو، ما اعرف لو واحد فيكم لاحظ ليه ولا لا، بالذات في القصه بتاعه الطالب بتاع الفيزياء اللي هو المعدل بتاع الذكاء بتاعه عالي لكن معدل الذكاء العاطفي بتاعه ضعيف. في واحد يكون انتبه للمثل القلم ما بزيل بلم، مش كده؟ فانت يعني اذا كان احنا عندنا مثل سوداني بيقول القلم ما بزيل بلم، وهسه احنا كاكاديميين واساتذه وباحثين في الجروب ذاته بعد مرات تختلف لك مع طالب ولا كده، طبعا الجروب بس اسماء يعني في الفيسبوك اسم الزول ما بوريك مؤهل ولا اكاديمي الا تمشي تفتش وراه يعني. ففي النقاش الزول بيديك كلام تقوم ترد عليه، بعد شوي بيقول لك والله القلم ما بزيل بلم، بيحاول ينسف الدكتوره بتاعتك دي كلها شيء اللي ما في الواطه، بس انت كيف تختلف معايا يعني. فاذا كان المثل ده موجود عندنا في الثقافه السودانيه بتاعتنا، ليه ما في بحوث ولا حاجه مصاحبه للكلام ده؟ يعني هل حبوباتنا اللي طلعوا المثل ده فاهمين اكثر من الاكاديميين والباحثين اللي بيأطروا الموضوع نظريا؟ تمام، الاجابه نعم، حبوباتنا فاهمات اكثر، ولانه نسبه ذكائهم العاطفي الفطريه المكتسبه بواسطه التعامل وخبرات الحياتيه المتراكمه اعلى. وانا اديك حاجه حصلت لواحد سوداني قبل في ماجستير في فرنسا في باريس في جامعه طالع من الخرطوم هنا بماجستير، فمشى يعني على اساس انه يرشح لدرجه الدكتوراه، فوصل لقى في المطار ما في زول يعني استناه، فانفعل جدا بالشخصيه اللي قلت عليكم السودانيه الهشه العاطفية اللي هي الانطباعية، انه والله انت ما احترمتني واهنتني وقاصدني، وبالتالي مع انه انت ما بتعرفني ولا بعرفك ولا دعمنا قبل كده. ففي سكرتيرة قاعدة وفي سوداني قديم يعني PhD يعني كانديديت قبل يوم، ف
فصار كده مع السوداني بلدياته، انا فلان الفلاني ماجستير بكالوريوس زراعه جامعه الخرطوم وماجستير ما عارف وطالب بتاع دكتوراه، اجي ما القى زول يستقبلني وبتاع، قلت له معلش الزول ده قاعد يقول في شنو؟ قام ترجم لها باللغه الفرنسيه، قامت فتحت شباك في نجيله كده في زي 15 20 راجل، قال له واحد فيهم عمره زي كم 50 سنه وعلى واحد فيهم عمره كم 70، قلت له قاعدين يلعبوا لعبه كده اقرب للعبه بتاعت شدد وسكت، انا ما في ناس ما عارفين اللعبه دي صح؟ زول ما عارفها؟ عادي عادي يعني حنوريك لا طوالي. تمام. انور داك زول نسبه الذكاء والعاطفي حلوه جدا، المفروض توريه الحاجه دي بعد الممتاز. ليك التحيه. فقلت له الناس ديل بيلعبوا لعبه يعني شعبيه فرنسيه، لابسين ارديه بيسكوا في بعض وفي بعض منهم بيوقع الثاني ويمسك في الثاني. قلت له اقل واحد فيهم هيز ا بي اتش دي هولدر، اقعد يعني اقعد في علبك يعني. يعني هنا نسبه الذكاء العاطفي بتاعته ما اسعفته، لانه في النهايه انت حزت على الدرجه دي او الفرصه دي يتلقاها، لكن ميز بينه وبين انك كيف تتعامل مع الناس. اجد للاخرين الاعذار يعني جايز جدا عندهم مشكله في العربيه الفرنسيين، عندهم مشكله في التنسيق بينك بينه وبين السودانيين، حصلت هنا الحته بتاعت انك تضع للطرف الاخر انت بتتعامل معه العذر. ايوه. فعلى قولك يعني نحن انا شخصيا في الفتره بتاعت الثانوي العالي كلها طلبت من الوالد انه ارتاح واجي اقرا في الخرطوم، لانه كان بيتنقل كثير، كان شغال في القضاء، فكنت محظوظ اني كنت قاعد مع حبوبتي ام الوالد. والله لا ازال اتذكر بحذافير الحاجات اللي هي كانت بتقولها لي، والاستفدت منها ما لقيتها لا عند الوالد لا في لا عند استاذ لا غيره لا غيره. بالنسبه للحاجات اللي كان بيها شباب تعال تعال قرب وخشوا جوا هنا، خشوا جوا هنا يا دكتور. انا بنسال هل الذكاء العاطفي ده يختلف من شخص لاخر؟ يختلف من شخص لاخر؟ وهل يختلف بالاعمار مثلا؟ هل هو مكتسب ولا وراثي؟ ممكن يتطور؟ انا اشكرك جدا على السؤال ده، ده سؤال مهم جدا، سؤال ممتاز حقيقه يعني. طيب انا انت حضرت معانا المحاضره من البدايه؟ حضرت من البدايه معانا؟ تمام. الحاصل في الميدان هنا من يوم 6 ابريل لحد هسه اكثر من شهر، في هسه حاليا ما شاء الله الناس اللي قاعده تسمع لنا دي اعمارها مختلفه، كذلك الاعمار في القياده كلها، لكن قاعدين نتكلم لغه واحده. لاحظتها؟ في هتاف واحد، في هدف، في روح واحده، في تطلعات، في امال واحده، دي كلها رابطه درجه من الذكاء العاطفي العاليه اللي في خضم الروح الثوريه العاليه دي الغت كل الفوارق العمريه والسنيه. لكن اذا انا فهمت سؤالك صح، احنا بنتكلم عن انه اي واحد فينا بينتمي لبيئته لبيته الخاص ولاسرته الخاصه، فكيف نفرق بين يعني الذكاء العاطفي بين عمره بين شخص وشخص؟ تمام. اول حاجه عن سؤالك بتاع انه الذكاء العاطفي مكتسب، مؤكد هو مكتسب. انا فرقت في الاول الورقه عن انه في نسبه الذكاء الاكاديمي في جزء كبير منها وراثي، ما بكون عندك دور فيه، الجينات من الام والاب وكده، لكن بتطور انت برضو بانك تدخل المدرسه بعدين. على فكره اللي قاعد يطور الذكاء العاطفي سوري اللي قاعد يطور الذكاء الاكاديمي هو الذكاء العاطفي وليس العكس، لانه زي ما قال الباشمهندس الحته بتاعت القلم مبزي البلم دي، لانه الزول بيكون اكاديميا يعني مركز شديد في انه يتميز ويتفوق، لكن ما بيعرف يتعامل مع اقرب الناس له ويكون اشتر في الكلام وما بيعرف يتكلم يعني الناس عارفاه انه الزول ده اشتر يعني، او يكون مدينه لقب كده عشان يبعد منه، لانه يعني لو طلع من الاطار بتاع الاكاديميات خلاص بيروح يعني. فيلا لو مزقنا مثلا الاطفال، طيب
النمو العقلي والنفسي للطفل طبعا بعد الفطام في علاقة طبعا سرية أو ما محسوسة أقصد يعني بين الطفل وأمه، وبعض الأحيان بين الطفل وأبوه في السنتين الأوائل يعني لما يشيله كده. والطفل بالمناسبة الذكاء العاطفي طبعا لما يكون نموه وغذائه عادي يعني تمام مكتمل في السنتين الأوائل بيكون هو اللي مسيطر على الأبوين وليس العكس، يعني تلقاه بيعاين وبيضحك وبيعمل في حركات وهم بيبدوا يتفاعلوا معاه تمام. دي في أول سنتين، لكن بعد ذاك بيبدأ تتطور الأدوات عنده، والخلايا بتاعت الدماغ تبدأ بعد الفطام وكده في السنة الثالثة والرابعة بتبدأ يعني تتطور، يبدأ يتحرك، يبدأ يتفاعل مع البيئة الخارجية المجتمع خلاص، مع أخوانه لو في نوع من الحيوانات في البيت، مع الأم مع الأب مع الحاجات الموجودة، يبدأ بعد كده يلقط المحادثات يعني اللي هو الكلمات، يبدأ في سن معينة يقول كلمة بابا وماما، بعد ذلك يقول كلمتين، بعدين ثلاثة كلمات، بعدين يبدأ أي كلمة أو أي يعني مدلول أو لفظ أو مصطلح يلقطه ويطور، يعني يقدر يطوره بأنه ينطقه في جهاز النطق بتاعه، لأنه يا جماعة أصعب حاجة على الطفل هي الكلام. عشان كده بتلاحظوا أنه في أولاد لحد عمر 4-5 سنين أهلهم بيودوهم بيكونوا ما نطقوا، حاجة طبيعية ما في داعي للقلق، ما دام لأنه ليه السبب إنه المشي، اكتساب مهارة المشي على خلايا الدماغ البشري سهل جدا، ما في مشكلة يعني توازن الواحد عضلات يقع هسه بعد شويتين ثلاثة بيمشي، لكنه من الصعب جدا إنه يلقط جملة ويقولها في محلها، لذلك الموضوع قد يتأخر لأنه الموضوع صعب على خلايا الدماغ، لكن مجرد ما يحصل لها النضج اللازم والأم والأب مفروض يساهموا في الحتة دي بأنه يسمعوه كثير، يلقنوه التلقين. أول درجات التعلم عند الإنسان طبعا التقليد، يعني هو بيشوف وبيستمع بيبدأ يقلد في الحركات في الأول مش كده، بعد أمسك يقوم كده، بعد ذاك الكلمات لأنها هي صعبة وبتكلف كثير، بتكلف خلايا الدماغ بتاعته لأنها يعني بتكون لسه في مرحلة ما اكتمل النضج بتاعه. طبعا خلايا الدماغ هي اللي بيولد بها الإنسان، كذا بليون خلية بيمود بها الإنسان ما لم يحصل له حادث، يعني ما لم يحصل له حادث أو يخرف أو كذا، في الحالة دي بيستبدل بالألياف، وبعد ذاك أي جزء بيستبدل بالألياف على حسب الجزء، إذا مركز بتاع نطق بيفقد الوظيفة، إذا كلام، إذا ذاكرة، على حسب يعني. لكن ما حصلت حاجة، مشى all through، بيولد بيها وبيموت بيها يعني الخلايا العصبية. فالذكاء العاطفي الأب والأم والبيئة زايدا التغذية، يعني بعض المرات بيكون في إشكالات بتاعت نمو ناتجة من مشاكل في التغذية بتأثر على خلايا الدماغ، تؤثر على المردود النهائي بتاع الذكاء العاطفي. لكن ما دام ما في مشكلة، الأب والأم واعين، خشة مثلا روضة أو ما خشة يتعاملوا معاه في البيت، يعني الأطفال دلوقتي بيقوموا محظوظين، يعني واحد فيهم في 3-4 سنين بيمسك الأندرويد بتاع أبوه بتكتب أكتر من أبوه ذاته، يعني 4-5 سنين مش كده. يعني في واحد نكتة هنا قولها، في واحد زميلنا بعدين بيتخت عمره 5 سنين، بعدين كان قاعد في الغرفة بتاعت نوم أخته، بعدين البيت جننته يعني بتخته، بعدين قام خلى لها الغرفة، قامت جات الأم يعني اللي هي أمها، قلت له خالك وينه؟ قلت له والله ما أعرف لكن بكون جبت كسافته. يعني 5 سنين أو أنت أقل. فالشاهد إنه بيجوا يعني وعيهم سريع الأطفال، بيجوا يعني أنت لو ما عملت حسابك يفوتوك ذاته في الموضوع، يعني يجيبوا لك ألفاظ من الروضة من المدرسة، فأنت لازم تكون كأب رقيب على الحتة دي، لأنه يعني في النهاية الملجن الأول أنت، حتى لو مشوا مدرسة مثلا أو قعدوا فترة من الزمن، لكن التلجين الأول يتلقوا في البيت. لذلك يعني أتذكر مرة كنت قاعد في صيدلية، بعدين جات أخت عندها بنتين، واحدة عمرها 5 سنين واحدة 6-7 سنين، البنت الأصغر كانت يعني مبالغ في جمالها، يعني دخلت قالت أنا اسمي فلانة،
ازيكم انت من ثلاثة عالب هناك امها قامت دايرة يعني على اساس يعني تخليها بحشمة شوية يا بيت ما كده قلت لها لا سيبيها بيتك دي قلت لها ده اسمه درجة عالية بتاعت ذكاء عاطفي نميها فيها وخلي دي تشوف الثانية تشوفها منها يعني ده المطلوب ذاته الجابات البيتها شفت كيف؟ انها تعرف بنفسها وتتفاعل مع المجتمع ما يكون في خجل ما دام الحاجة اللي قاعدة تعمل فيها حاجة كويسة بتأدي لأنها تتعرف وتعرف الناس وين المشكلة ما في مشكلة فيلا كله مكتسب لكن بيستند على 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 بقدر منه في درجة منه على الذكاء الأكاديمي واللي لازم يكون برضو متوازن وموجود لأنه في النهاية ما ممكن نطلب من زول متخلف أو يعني راسب وبليد ومهمل شديد نطلب منه انه يكون ذكي عاطفيا كمان يعني برضو الله يرفعه بالعقل يعني ففي تناسب بينات يلا النتيجة الخلص لها الزول ده قال انه نسبة الذكاء العاطفي العالية قد تؤدي الى نسبة عالية من الذكاء الاكاديمي ولكن نسبة العالية من الذكاء الاكاديمي ليست بالضرورة ان تقود الى نسبة عالية من الذكاء العاطفي ارجو ان اكون اجبت على السؤال اذا في اي سؤال تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواننا ورمضان كريم التحية والتجلة الأستاذ ما حضرته في البداية جيت ماشي فقط خلي يعني حاجة كده يعني خلتني أقف أخوكم محمد خضر عبد الرحيم الأمين العام لجبهة الديمقراطية المتحدة لولايات كردفان والله بصراحة أستاذ ما بقول لك كلامك ده دراب لكن لو قلت لك بخش في راسي ده لو جابوا لي بقطرة تعتذر سايكلين ما بخش لأنه ما سمعت به ذاتي قبل كده فما عارف تفسيرك للحتة دي الذكاء عاطف ولا تبلد عاطف ولا تبلد أكاديمي بصراحة يعني الواحد يعترف والكلام ده نتيجة للمناهج بتاعت الحشر والرقية الحكومات السابقة دي كلها يعني تعليم نزعته لما نطلع بالرسولان من غير نفسنا نحن ما تعلمنا أي حاجة فأمبارح أنا كنت في مداخلة في الأخوان المحامين بغادي قلت لهم أخوان والله أنا الفيلم دي كلها ما يعني بشوف إنه ما في لها داعي الحقوق والحرية والحكومة المدني الناس كلها شمعانة بالكلام ده أن إحنا محتاجين لثقافة قانونية تصطف الناس دي لأنه كيف الحقوق دي ذاتها تتأخذ كيف يعني وكيف إنه الناس قاضوا وكيف فكده ما أدري ليه لما نحن قلنا لهم يعني 30 سنة و 40 سنة و 50 سنة الفاتت دي الكنترول بتاع التعليم والإذاعة والحاجات كانت كلها موجهة لأسنيات معينة أو لأيديولوجيات معينة يعني حتى غفلت في 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 التطور بتاع الشباب القايم والطلاب بتاع الجامعات وكده ما بدو اي مساحه ما بدو اي سبيس انك انت تمشي لقدام تقوم لوراهم هم لورا فانا داير اسالك انت كزول ما شاء الله يعني في الحاجه دي وانا حساهر الليل ده كله ان شاء الله في الليل عشان افهم الحاجه دي شنو يعني الناس الحكمونا دي سواء كان الفاتو ولا القبالو هل نسبة ذكائهم دي كانت عالية والله كان نسبة العاطفة بتاعتهم دي عالية والله احنا ما كان عندنا المقياس شنو للحتة دي هل يعني ممكن تقدر تقيس وهل في مقاييس او تيرومتر للمسألة دي حاجة احنا ممكن نفهمها وهل انه مثلا في جهات معينة ممكن يعني مثلا زي بقول لك الاطباء النفسيين يعني الذي اخذ زور ده والله الحق بيه ودي الشيخ زور ده خلاص ففي الفوات حقوق وديبه والشيخ الناس الفاهمين بقول لك يا اخي والله يودي لي بها بعشر بقعد معاه وبتونس معاه وبطلع بره من الموضوع جابوا له ده نهايه انا بحلل مشكلته باخذ حقن حبوب بعد شويه زول بجي راجع عادي بصلي بصوم باكل بشرب هذا زول كان بضطع بالحجاج فالمساله دي يعني في المناهج العلميه هل عندها مناهج الناس بتدرسها هل تخصصات مثلا جامعات المرة ممكن ان احنا نقدر نستفيد منها في المستقبل على اساس الناس ممكن تدرس وتتخصص فيها الناس ممكن متاحه نقدر يعني السودان دي يستفيد منها ليه؟ لانه احنا الطالب بتاعنا بتعرف الشافعي اخواننا لما تلقى شايل الشنطه ماشي الصباح الشنطه والله اكثر من الشنطه شايلينها ناس الدفاع ناس الدعم السريع دي الانسان والكون والعالم من حولنا ولا يا اخي قبل يسوي حاجات كده زاد ما حكم الله ولا انزل بها من سلطان
فعشان كده انا بقول لك كلامك ده يعني عشان نخش الرصيد ده داير له وقعد معاه كثير جدا جدا ونخش ونتحاور معاك ومع غيرك ومع الفين فيها حاجه وكده. بتمنى يعني انه احنا محتاجين لحاجات زي دي, السودان محتاج لحاجات زي دي ذات في المرحله الجايه, ما مرحله انه بيحكي منو والله انه على الحكومه يكون شغله شنو كده, لانه الاكاديميات في السودان كده ما لها تقييم, الاكاديميين ما عندهم وجود في السودان, الناس الموجودين كانوا كلهم بيحكموا دي لهم كلهم كانوا ناس تبع, ونحن ذات تربيتنا ذات في البيوت يا اخواننا كانت عديمة الديمقراطية, نحن في بيوتنا ابوك انصاري انت حتقوم انصاري, تطلع برا من المجرى ده بقطعوا راسك, قمت اتحادي حتقوم اتحادي, سيدي الحسن وموضوع انتهى خلاص. فنحن دي مشكلة في ثقافتنا, نحن ذات سودانيين قمنا على شنو على حتة ماشيين زي القضيب بتاع البقر ده, لكن الجيل الهسه غايه ده الشباب الصغار دي, احنا لما جينا يوم 6 هنا ده انا جيت مصادفه والله ما كان عندنا اربع اجي ولا كنت, وصلنا مرحله احباط احباط كده يعني عجيب جدا جدا كويس. لكن لما لقيت اولاد وبنات في اعمار احنا خشينا معتقلات وخشينا سجون والقياده دي كنا سجنون وفيها جهاز بيغادي وقعدنا في ندوات وخشي مظاهرات, مظاهرات الناس زمان كان شنوب ودقون وعكاكيز, لقيت شباب يا اخي ديل انا قلت ديل شهادة عربية ديل جايين من امريكا ديل خشينا معاهم والحمد لله الناس انتصرت يعني. فديل ديل العليوم الرد ديل العليوم المستقبل, برغم انه النظام ده كان يعني مهتم بالحته بتاعت انه يأهل الناس الاكاديميا, فنحن محتاجين تجين تأهيل اكاديمي اكثر من التأهيل السياسي, سياسي اي يزور ببقى سياسي, لكن ما يزور ممكن يتأهل اكاديميا مهندس طبيب باحث بتاعه بالذات في المجال بتاع البحوث. انا في السودان ما عندنا اي حاجه تتعلق بالبحوث دي نهائي, انا معترف بها مع احترامي لكم مش انتوا ما لكم مكانه, انما الدوله ذاتها الانظمه اللي قامت دي كلها ما خدت للباحثين ديل في اي مجال, حتى في بحوث التربه ولا بحوث الزراعه ولا على الاقتصاد اللي بملوا منها جيوبهم قروش دي ما خدوها, خليك من البحوث بتاع الكلام اللي انت هسه بتقوله لي, انا شايفه زي بعد السمن الواطى يعني وكده يعني وكل زي علم عليم يعني كويس, ما خدتوا لنا اي خانه. فنتمنى انه احنا المرحله الجايه تكون بتاعت الباحثين, تكون بتاعت العلماء, تكون بتاعت الناس المبدعين, بتاعت الناس المثقفين, بتاعت الناس اللي هم مكانتهم الاكاديميه مش المكانه بتاعت سيدي وشيخي وبتاع, لا يعني احنا يعني الشيخ اللي هو مكانته والراجل الكبير له مكانته واي رجل له زعيم طريق ديني والله صوفي والله هناي له مكانته. عليكم السلام. جدا انا اتكلمت فيها ذاتي خلاص, فدي الحته اللي انا اقولها واختصر كلام على كده. الو خد يا اخواننا بدأت الناس للسلميه, وانا اتكلمت في الحته دي هنا قبل من قبل كم يوم, احنا كنا بنتكلم في الحته دي من اول يوم يا اخواننا, الناس دي جات للسلميه, الناس ما تنجرف ورا الهتافات الما كريمه, ما تنجرف ورا الهتافات اللي فيها اساءات سواء كان للمجلس العسكري ولا للاحزاب الثانيه, ان احنا نتحاور بادب ونختلف بادب ونتفارق بادب, ان احنا كسودانيين عندنا اعراف وعندنا تقاليد الناس يحاولوا يدمروها وحاولوا ينتهكوها, ان احنا ما دارين نسمح بانه ان احنا نبدا بدايه سيئه. الاخوه دي بتطلب انه يا اخواننا الهتافات تكون هتافات كريمه, هتافات ثوريه, هتافات تدعو لشنو, تدعو للمستقبل يعني. وشكرا جزيلا معلش انا طولت عليكم يا اخواننا. طيب شكرا للمداخله. طيب بالنسبه لسؤالك عن انه يعني هل انت نسبة ذكائك العاطفي, أنا عاوز أبشرك بأنه قبل ما أنت تجي كنت بتكلم عن حاجة أنه يعني عشان نقيس على أنفسنا أو نبدأ النشاط بتاعنا في اتجاه الذكاء العاطفي لازم يكون عندك رؤية واحد فيجن أيوة, والثانية جي اللي هي جول, والثالثة بلان بي, والرابعة اكشن تجاه شنو السكسس او النجاح. قبل ما تجي انت تمسك الميكروفون كنت على حسب الزمن اللي انت جيت في نهاية الكلام بتاعي حصل لك تفاعل, حصل لك استفزاز بنسميه البوزيتيف بروفوكيشن من ناحية بتاعت علم النفس,
استفزاز موجب او ايجابي خلاك تكون فكره رؤيه عن انه انت حاسي انه انت ما فاهم الحاجه اللي بيتكلم عنها الزول ده كثير خلاص فقمت عملت التارجت انك تجي هنا وتسال الاسئله بتاعتك دي وبعد كده بقى عندك بلان عشان توجهني انا في 1 2 3 4 والاكشن حيكون بيني وبينك اكشن ورياكشن يلا فيما يتعلق بموضوع الذكاء العاطفي انا عاوز اقول لي انه سؤالك جاب حته كويسه اللي هو في 4 اختبارات اقولها للناس وظريفه وسريعه يعني الاولى بتعمل اختبار للوعي العاطفي بنسميه ذا ايموشنال اويرنس وهي يا جماعة من 0 لـ 4 يعني 0 1 2 3 4 بمعنى انه انت هو الوعي العاطفي بتقوم تدي نفسك الدرجة اللي انت حاسي بها يعني انا من ناحية عاطفية في علاقاتي مع اول شيء نبدأ بالابوين خلاص وعلاقتي مع الاصدقاء ومع الزملاء بعدين العلاقة مع الاحباب كلهم من الام والاب والزوجة الى اخره يعني الابن والبنت كده يعني تمام تدي نفسك درجة في الوعي العاطفي بعد ذاك في the emotional management إدارة العواطف نفسها يعني أنت عارف نفسك عاطفيا كويس لكن هل أنت قادر أنك تدير العواطف دي بطريقة متوازنة يعني هل أنت يعني لما تجي تتعامل مع والدتك إدارتك للعواطف أنك تحترمها الصباح تجي على حسب التقليد الاجتماعي اللي عندكم في ناس بيبوسوا الراس في ناس بيسلموا في اليد في ناس مش كده يلا وهكذا كيف بتدير العواطف بتاعتك دي التانية تدي نفسك برضو نمرة من 0 لـ 4 اللي هي 5 درجات الثالثة the social emotional awareness اللي هو الوعي الاجتماعي العاطفي ما انت ما معزول انت كبني آدم عايش في مجتمع فيه جيران فيه أصدقاء فيه أهل فيه زملاء إلى آخره برضو بنفس الطريقة من 0 لـ 4 الحاجة الرابعة اللي هي relationship management إدارة العلاقات يعني بنتكلم عن emotional awareness الوعي العاطفي 2 the emotional management إدارة العاطفة الذاتية social emotional awareness 3 و relationship management بتطلع لك درجة من الأربع حاجات دي مثلا مقسمين الناس لـ3 الأولى إنك جبت من 0 لـ24 في هذه الحالة بنقول إنه عندك مجال إنك تطور الذكاء العاطفي وتحسنه بإنك تتمرن إذا كنت من 25 لـ34 فدرجتك يعني كويسة لا بأس بها إذا كنت من 35 لـ40 فنسبة الذكاء العاطفي بتاعتك عالية طبعا في ناس نسبة ذكائهم العاطفي بتصل لحد 160 يا جماعة يعني ديل بيكونوا مدفقين مش كده يعني ما شاء الله فيلا الحتة اللي قلتها الظريفة بتاعت السؤال عن الحكام بتاعيننا والنفسيات ما حخليها دي طبعا لأنه زي ما وجعك وجعاني يعني أي أول حاجة 63 سنة دي يعني للأسف الشديد كانت فيها حوالي كم 50 سنة حكم عسكري مش كده وواحد اي واحد منهم يعني مثلا سمعنا عن عبود انه كلموه قالوا له الاوضاع ساءت ولازم يعني تستلم السلطه طبعا هو كان تكنوقراطي يعني الزول ده قال كان مهندس يعني وما كان بيفكر في موضوع السلطه لكن طبعا البني ادم غريزته يعني مجبول على حب التسلط يعني اي واحد فينا هسه لو قالوا له انت لا قدر الله يعني رئيس المجلس العسكري الانتقالي لا قدر الله ما بيرفض بغريزة بشرية لكن مثلا لو طلع من هنا بنزي وانه يعني يحقق كل المطالب بتاعتنا والحاجة حتى يبقى رئيس مجلس عسكري ما حخليه زي زوننا ده يعني فكلهم نطوا بليل نميني طبعا جاء يعني بدأ بأيديولوجي معين طبعا معروف انه كان تبع اليسار بعد ذاك حصل سريع قطيعة بعادية بسنة حصل ما حصل فيها أكثر رئيس طبعا
عانى من الانقلابات ومن كده وكان مفروض يموت بدري يعني، لكن بس هو 16 سنة دي. لكن سبحان الله لما تجي تحسب 16 سنة بتلقى انه فرق نميري من عبود من خلاص انه كان ديسيجن ميكر، كان ديسايزيف مان، كان ديسيجن ميكر، كان حاكم فعلي مما حكم لما تمام، وكان بيعطي يعني يعني تحت هو رئيس مجلس الوزراء، لكن كانت تكنوقراط. لذلك عمل حاجتين في السودان الناس عارفاها يعني، حقق الاتفاقيه اللي دامت 10 سنين من 73 ل 83، واللي دي الفتره اللي تمت فيها التنميه. على فكره في واحد قبل شهر واحد من الا بعد شهر والله من ديسمبر اخر اجتماع كان او جلسه لمجلس التشريعي ده اللي هو بتاع ابراهيم احمد عمر ده، في فيديو عليكم والله خشوا تشوفوه يعني. الزول ده قال انتوا عايشين في خير نميري، عدد الحاجات كده وبعدين يعني طلع الهواء الساخن كله يعني. المهم نميري يعني المشكله بتاعته طبعا انه الناس اللي حوالينه درجة الذكاء العاطفي الله يرحمه في ذمة الله يعني، درجة الذكاء العاطفي بتاعت نميري كانت مدنية جدا. أصلا هو أكاديميا مدني ما داير كلام يعني، مشهور الحتة دي إنه هو كان تشحن طوب وكده وكلام، لكن ارتفعت في فترة من الفترات لما كان هو الرئيس الفعلي للسودان في العشر سنين اللي قلت لك دي، لكن في ست سنين هبط بقى زيرو في الذكاء العاطفي. لذلك يعني قدروا عليه سريع الجماعة وانتهوا منه. بالنسبة لعبودي هذا ست سنين افتكر ما قعد كثير، لكن مشى جاب المعونة الأمريكية وكذا. كان الزمن ذاك في كان زوم كينيدي، جون كينيدي. يلا شوف الأمريكان هنا حصلت مقابلة بينه وبين كينيدي في جملة واحدة أو عبارة بيناتهم تدل على عظمة السودان كشعب وإنه الناس ديك عارفين عظمتنا وتاريخنا يعني. فقال له اهلا برئيس اقدم دوله في التاريخ في احدث دوله في العالم او في التاريخ. كينيدي كان عنده المعلومه انه نحن اصحاب اول حضاره على وجه الارض، السودان السودانيين. وهنا انا اقول لكم حاجه، الموضوع بتاع انه الاهرامات والكذا الكلام ده طبعا يعني خلاص جاء الزمن بتاع انه احنا ناخذ مكاننا وريادتنا، ان شاء الله ربنا يدينا في مرادنا عشان نحفظ اللي بيستاهل عفظ من هنا ولا قدام ان شاء الله. بالنسبه للثلاثين بالنسبه للثلاثين سنه والزول اللي كان حاكمه طبعا عارفين يعني معظم يعني انه العشر سنين الاولى كانت مناصفه بينه وبين العراب في ذمه الله يعني الترابي. طيب لكن انا داير ارجع بكم لحته انه الزول ده لما مسك هو كان نمبر 3 يعني، كان نمره 3 او 4 مرشح لانه يمسك الحكومه. مختار حمدين طيارته وقعت في جنوب 88. في واحد اسمه عثمان متحسن غير العضو بتاع مجلس الثوره قام قال انا حالف قسم ما 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 بعمل خيانه للقادة العظماء بتاعيني، رفض. ايوه عثمان محمد سعيد رفض، كان يعني ذول ايثيكال عسكري يعني تيبيكال. الثالث كان الزبير اللي هو انقلاب حصل وبعدين كان فشل يعني. انبعث اشقاها يعني بعد ذاك يا جماعه. ربنا كان رايد لنا انه ده في 13 ساعه يجي عشان يمسكنا 30 سنه محسوبه علينا من زمان. عليك الله عافيني من انه اتكلم عن الذكاء العاطفي بتاعه، انا عافيني يعني والباقي مفهوم يعني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نترحم على ارواح الشهداء ونحيي الثوره والثوار ونحيي الاستاذ ناظم كمال الدين. حقيقه نحن جينا متاخرين، نيازي عز الدين معلش، نحن جينا متاخرين حقيقه. نحن مجموعه الباحثين السودانيين الحضاره السودانيه، انا ومعايا الاخ فورس ومعايا الاخ عمار معايا الاخ راشد خيري، واستمتعنا جدا
يعني بما سمعناه. نحن سؤالنا أو سؤال الدهر أنا أسألت منه، هل الذكاء العاطفي ده عنده علاقة بالمجتمعات؟ يعني نحن من خلال بحثنا في الحضارة السودانية وفي التاريخ السوداني بنكتشف أنه يعني السودانيين ديل دائما كانوا مميزين في أي حاجة، وحتى في حاضرنا بنشوف أنه السوداني لما يمشي أي محل بالإضافة للأكاديميات بتاعته بيكون يعني نابغ دائما في المجال اللي هو فيه. فهل الحاجة دي عندها علاقة بالمجتمعات، عندها علاقة بالخبرات التراكمية للمجتمعات مثلا؟ يعني احنا في حضارتنا وفي ثقافتنا بتلقى في مجموعة من الذكاء كده في نقاط معينة. يعني مثلا يعني احنا الليلة في رمضان عندنا الحلمردة مجموعة بتاع تفاعلات كيميائية رهيبة. يعني أنا ما أعرف ده هو كان عبارة عن خبرات تراكمية ولا عبارة عن اكتشافه يوم من الأيام. عموما يعني هو الحلمردة مذكور في التاريخ، يعني هيرودوت أبو التاريخ ذكر وقال الكوشيين اللي هم السودانيين قال إنهم ينبتون الذرة ثم يحمرونها ثم يجعلون منها مشروب الحلو المذاق. المشروب اللي بنشربه ده عمره أكثر من 4000 إلى 5000 سنة نحن بنشربه حقنا، واسمه حلمر طبعا لأنه بيتحول كيميائيا من حلو ليمر 6 مرات مش كده؟ طعم ايوه. فهل ده ذكاء مجتمعي ولا ده ذكاء يعني معروف انه مثلا الفيلسوف فيثاغورس عمل النظريه بتاعه فيثاغورس المعروفه تحت المثلث قائم الزاويه، ولما نحن قمنا جينا قرينا عنه لقينا هو الفيلسوف الثاني اخذ عن الفيلسوف الاول، هو اول فيلسوف، والفيلسوف الاول ده كان بيذكر انه هو اخذ العلوم بتاعته دي من وادي النيل ومن عالم كوشي تحديدا يعني سوداني في المنطقه جنوب اسوان وكذاك، وبعد ذلك هو نصح فيثاغورس انه يمشي ياخذ العلوم من وادي النيل. فقام جاء كان في مجموعه بتاعت اونات او مجموعه بتاعت مدن علميه تبدا من الاسكندريه فوق، واخذ فيها في مع الكهنه بتاعنا زي 5 سنين قام وقال له يا اخي خلاص انت بتتمتع بذكاء رهيب ونحن ما بنقدر نديك اكثر من كده، انت وصلت نهايه علومنا، فبعد كده نعمل لك توصيه لانه كان اجنبي انه يمشي عين شمس جنوبا ويدرسوا كهنة عين شمس لأنه هم عندهم الأسرار الأكبر. أخذ معهم 5 سنين ونفس الحكاية قاموا قالوا له يا أخي أنت خلاص وصلت مرحلة نحن ما حنقدر نقدم لك أكثر ولا حنقدر نعتمدك ككاهن أعظم لأنك أجنبي، فنحن بكل اللي بنقدر نعمله لك بوساطة لأنه هو كان طبقي يعني كان من طبقة مثقفة وجاي مدعوم من الملك يعني من هناك من أهله. فقاموا قال له يا أخي تمشي للأقصر كهنة الأقصر، قاعد معاهم 5 سنين نفس الحكاية قال له أكثر من كده ما عندنا، دي زي الدرجات العلمية حقيقة زي الدرجات العلمية. فقاموا قال له يا أخي بعد ده نحن ما عندنا لك حاجة، حاول أمشي جنوبا يعني خش السودان بالواضح. جاء طالب حاجة اسمها نظرية المثلث قائم الزاوية والنظرية اللي قامت عليها كل الهندسة تقريبا واللي هي قايمة عليها كل الحضارة العمرانية اللي احنا شايفينها والفيزيائية كمان جزء كبير جدا منها. نجي نكتشف انه نظرية المثلث قائم الزاوية دي نحن ما زلنا بنستعملها ونحن ما عارفينها، اللي هي نظام الحبل في زراعة المروية. يقول لك فلان عنده 3 حبل 4 حبل، الحبل ده هو مثلث قائم الزاوية نفس النظرية، حبل بعقده 13 عقدة وبيقسموه 5 لـ4 لـ3 بيعملوا شكل مثلث عشان يديهم مستطيل متساوي. ده نظام الحبل ان احنا هسه وارسين بيه، وانا واحد من الناس وارس في البحر يعني بالحبل. فدي نظريه المثلث قائم الزاويه. فشوف كميه الذكاء المجتمعي الموجود عند السودانيين، هل الحاجه دي عندها علاقه بالمجتمعات؟ يعني هل في مجتمعات هي نسبتها اعلى عاطفيا من المجتمعات الثانيه؟ ولا الحكاية دي صدفة ولا نقعد نحن نفتش في حتة ثانية؟ شكرا جزيلا محمد أنور البكر. شكرا لك أستاذ محمد وشاكر للأساتذة والباحثين في موضوع التراث السوداني. طبعا في جينات بيسموها الكوجنيتيف جينز الجينات السلوكية، دي طبعا اكتشفت حديثا وتورث يعني
جين سلوكي، يعني مثلا تلقى في أسرة كلها كده ترس الحتة بتاع ضيق الأخلاق مثلا، تلقاهم أخلاقهم ضيقة يعني سريعي الاشتعال، يعني مش كده، يعني يكونوا on the move زي ما بقولوا. في أسرة تانية يكونوا ضلهم ميت كلهم، يعني مثلا يقوموا كده الأب والأم يعني ما يتحركوا، ما يكون فيه إلا يعني بدفرة، يعني ما تستفزوا أي كلمة مثلا بتستفز التانيين ديك، متسامح وتلقوا طيبان كده، يقوموا كلهم مساكين، يكونوا قريبين جدا من إنهم يدخلوا في النفق بتاع الانطوائية مثلا، لكن تكون أبدا هي دي جين سلوكي إنه هم الناس دي الهادئين. طبعا الموضوع ده مرتبط ارتباط وثيق بجهاز الغدد الصم، يعني اللي هو الاندوكراين سيستم بيسموه، فبتحكم في الموضوع ده، البيئة بتتحكم. يعني الموضوع بتاع الذكاء العاطفي عنده علاقة بالمجتمعات، نقول الإجابة نعم، والسبب في ذلك وجود الجينات السلوكية والتراكم بتاع الصفات في أسر معينة أو في مجاميع بشرية معينة، يتراكم ثم تصبح مجتمع، يتراكم ثم تصبح دولة، تتراكم ثم تصبح حضارة. نعم. ف يعني بالنسبة للمراوين طبعا أنا يعني هبشتري في حتة زي ما بقول أنا يعني داخل فيه ومن المهتمين جدا بالموضوع ده ويعني جدا يعني، واستفدت برضو من التداخل بتاعي مع الآثاريين ديل وكده. الحضارة السودانية انت عارف الثلاثين سنة اللي فاتت دي لو كنا محكومين ديمقراطي تكنوقراط وتقدمنا، كانت الاكتشافات اللي هم كانوا بيمتنوا علينا بها في موضوع طلعوه لما حفروا عملوا سد مروي اضربها في ألف. انت عارف الصحيفي حملة بتاعت حفريات قامت، لكن المكتشف والمسروق والمنهوب والاتباع لبرا أضعاف اللي جابوه ودخلوه عندنا هنا، وما معروف مشى وين ولا أصوير. يمكن أنتوا بحكم أنكم مهتمين بتعرفوا الحتة دي، بقت في تجارة منظمة عند هؤلاء الكيزان لسرقة الأثار لأنه عرفوا قيمتها، وبحب باسم السلطة اللي عندهم يكفي، يعني تعرف أنه آخر وزير بتاع أثار الحقيبة دي أدوها لواحد أنصار سنة، يعني بالمنطق كده الموضوع ده ما بالصدفة، يعني منتهى الخبص. زول بيفتكر إنه الموضوع ده كفر عديل ويحارب فيه، تجيبه تخليه وزير بتاع أثار ليش؟ لو ما أنت عايز تغطي بيه حاجة وبلوى أنت قاعد تعمل. فنحن عندنا أثار رهيبة. بعدين لحد هسه طبعا عاوز أقول لكم فرق واحد خلى الحضارة المروية تكون هي والكوشيين زي ما تفضل تكون هي كعبة عالية على الفرعونية، اللغة المروية يا جماعة. وأقول معلومة بسيطة عن اللغة المروية، اللغة المروية بمقاييس اللغات الحديثة هي لغة مكتملة الأركان، تمام، من حيث الحروف والدلالات والنطق إلى آخره، والرسم والنطق. الهيروغليفية اللي خاتم بها الدنيا دي عبارة عن رموز ما لغة. اللغة المروية شغالين فيها الأمريكان هسا وشغالين فيها الفرنسيين، ولسه ما وصل انه يعني حلوا، لكن مجرد ما يصلوا بيتفسر كميه من الحاجات المدسوسه واللي بتخط الجماعه ديل في حتتهم الطبيعيه ان شاء الله. انا اشكرك على المداخله والسؤال ده. احنا ما عارف بعدها نختم لانه في الانجليش كلاب يتغولنا على الزمن بتاعهم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله. كثير دكتور نيازي على المحاضرة الماتعة، وشكله كده الموضوع ممتع يا جماعة، ولا رأيكم شو؟ فدايرين واحدة تانية ننسق إن شاء الله مع دكتور نيازي، وتابعوا في صفحة الفيسبوك بتاع Sudanese Researchers Initiatives أو مبادرة الباحثين السودانيين. هنعرض إن شاء الله كل البرامج بتاعتنا اليومية اللي هنقدمها، وإن شاء الله ننسق مع دكتور نيازي، وبنشكره شكر كثير، ونتمنى انه نشوفه تاني وتالت ورابع لحد ما الناس دي يكونوا كلهم راضين. وسقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، يا حكومة مدنية.